السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. احنا هنشرح الفلو شارت لأننا نلاحظ إن في ناس كتير عندها مشاكل معاها. بص، هو في الحقيقة المشكلة مش عندك أنت، المشكلة عند يعني ممكن يبقى عدم تنسيق من الشخص اللي بيشرح، لكن يعني المشكلة مش فيك أنت، الموضوع بسيط جدا جدا. فأنت لازم تعتمد على إن أنت تذاكر من بره كتب الجامعة، وما تعتمدش بس على المحاضرة. انت لو اعتمدت على المحاضرة تبقى طالع بس بشهادة كده بعد ما تخلص، لكن مش هتكون استفدت اي شيء. طيب نبدأ على طول. الصورة اللي قدامكم دي يا جماعة هنزلها لكم برضو على الجروب، دي بتشرح السيمبلز اللي احنا بنستخدمها بتاعت الفلوت شورت. طيب مثلا عندي الشكل الاوفال اللي في الاول خالص البيضاوي ده، ده عبارة عن ايه؟ ده بحطه في الاول وبحطه في الاخر، اللي هو ستارت البروجرام واند البروجرام، اول ما ابتدي واول ما اخلص. طيب السهم ده اللي بوصل بيه ما بين المراحل، مثلا خلص المرحلة الأولى أشاور بالسهم يروح داخل على المرحلة التانية وهكذا. طيب عندي الشكل ده اللي هو متوازي الأضلاع، ده بيبقى عبارة عن لو أنا هعمل input أو output، مثلا عملت سي إن أو سي أوت، عايز أعرض رسالة لليوزر أو آخد حاجة من اليوزر، تمام، فبحطها في الشكل ده. هنا الشكل المستطيل ده عبارة عن بروسيس، البروسيس يعني مثلا أجمع أضرب أعمل معادلة جوه أعمل كده، دي وظيفته. وبعد كده الشكل المعين ده بيبقى ديسيجن، يعني ايه ديسيجن؟ يعني مثلا بشوف لو في رقم اكبر من الثاني بناء عليه اخد قرار واطلع سهم من هنا واطلع سهم من هنا، يا يس او نو. طيب نشوف اكزامبل بسيط عليها. طيب عندنا مثلا الاكزامبل ده، تمام، عندي اول حاجه انا بدات بيها ايه هي؟ ستارت. بعد كده رحت جاي عملت في الشكل اللي هو المتوازي الاضلاع بتاعنا، طلبت من اليوزر ان هو يدخل سي ان للاكس والواي، تمام، حلو. بعد ما اليوزر دخل لي الاكس والواي دول، المفروض ان انا بعمل ايه؟ خليته يتشك على الاكس والواي دول، يشوف هل الاكس اكبر من الواي، ولما يلاقي ان الاكس اكبر من الواي يروح مع السهم هو اللي مكتوب عليه يس وينزل يعرض لي الاكس. طيب فرضا ان هو ما لقاش الاكس اكبر من الواي، يعني ايه ما لقاش الاكس اكبر من الواي؟ يعني لا، الواي هي اللي اكبر، اذا يعني يحقق النو وينزل يعرض الواي. بس ده برنامج بسيط جدا بيعمل ايه؟ بيقارن رقمين ببعض ويشوف الاكبر ويعرضه لي بس. طيب بعد ما خلص سواء عرض اكس او عرض واي فبيمشي لغايه ما يخرج. طيب نشوف البرنامج نفسه مش ازاي. البرنامج مش ازاي؟ اول حاجه بدات بعد كده السهم اللي هو انا نزلت دخلت على، طلبت من اليوزر ان هو يدخل لي رقمين، خليك ماشي مع السهم منطقيا، سيبك من اللي اتشرح لك خالص، ماشي مع السهم. دخلت اتنين فاريبل اكس وواي، بعد كده رحت داخل بتسال هل الاكس اكبر من الواي؟ لو الاجابه يس يروح عارض الاكس وهيطلع من هنا وينهي البرنامج خالص، مش هيبص على الطرف التاني. طيب لو الاكس مش اكبر من الواي هيروح ماشي هنا اهو ويعرض الواي ويروح مخلص البرنامج على طول، مش هيرجع تاني للطرف التاني. بس ده بسيط جدا، ده برنامج بسيط جدا. طيب تعالوا نشوف كده، نعرض البرنامج ده نعمله عملي. طيب انا عندي مثلا بكتب هاش انكلود ايو ستريم دوت اتش، او لو انت ما بتكتبوش دوت اتش عادي يوزنج نيم سبيس ستاندرد void main او int main، مش هنختلف برضو. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بعرف variable اسمه x و variable اسمه y، اخليهم integer float double زي ما انا عاوز، مفيش اي مشكلة. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بطلب من اليوزر اقول له cin x و cin y، انا هعمل زي ما في البرنامج بالظبط. وبعد كده هقول if x اكبر من y يعمل ايه؟ see out x. طيب لو ال x مش اكبر من ال y فهقول له else see out y. حلو الكلام. طيب نجرب كده نعمل run control f5. تمام. طيب هدخل اول حاجه الاكس 15،
والواي 20. راح عرض لي ايه؟ ال20. طيب اشغل البرنامج تاني، دخلت الاكس بقيمة كبيرة 40، دخلت الواي ب30، راح عرض لي ال40، بس هو خرج بره البرنامج عشان انا ما دوستش صح. طيب 40 والواي ب20، راح عرض لي الاكس. حلو، يبقى انا كده البرنامج بتاعي ماشي صح طبقا للفلوت شارت بتاعتي دي. طب ايه فايده اصلا الفلوت شارت دي؟ انا بستفيد منها ايه دلوقتي؟ انت مثلا يعني الفلوت شارت دي لغه التعامل بين المهندسين، مش عارف تفهم حد حاجه برمجيه تشرحها له بفلوت شارت. انت مثلا ما تعرفش تكتب الكود، ما تعرفش لغه برمجه معينه، فبتعمل الفلوت شارت ده وتديه للمبرمج اللي بيفهم لغه البرمجه دي، وتقول له بص يا ابن الناس، انا عايز لما البرنامج يبتدي في الاول خالص يطلب 2 فاريبل واليوزر يدخلهم ويقارن ما بينهم، لو كذا يبقى كذا، لو كذا يبقى كذا، بس. وبالتالي المبرمج نفسه هيفهم ده بيعمل ايه. طيب خلينا نشوف مثلا برنامج تاني. برنامج بيعمل شوف برنامج بيعمل ايه، ثواني عشان البرنامج ده سخيف اصلا. تمام. طيب نعمل مثلا برنامج تاني بيحسب ايه، انا خايف اقول قانون من قوانين الرياضة يطلع غلط تبقى كارثة. طيب مثلا محيط الدايرة متهيألي كان 2 طهنق اللي هو 2 باي ار. طيب دلوقتي انا عندي ايه اللي ثابت في القانون؟ انا عندي الاتنين دي ثابتة والباي ثابتة، معروف يعني الاتنين دول معروف قيمتهم. طب ايه اللي بيتغير في كل دايرة؟ الار. حلو، يبقى انا هطلب من اليوزر يدخل لي الار واكمل على الاثنين اللي موجودين اللي عندي اللي هو 2 باي، صح؟ هاخد من اليوزر الار واروح ضاربها في الاثنين باي اللي موجود عندي وشكرا على كده، واروح اعرض له النتيجه. طيب انا دلوقتي عملت ستارت فوق اهو، تمام، اكبر لكم برضو الدنيا. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بعرف فاريبل تمام اسمه ار. حلو، اقول انت ار مثلا. جميل، انا عرفت فاريبل اسمه ار، وبعد كده هعمل ايه؟ فلوت زد وفلوت باي بتساوي 3.14. حلو. طيب بعد ما انا عرفت لك انا بفهم البرنامج انت هتشتغل بايه جوه. حلو حلو. طيب دلوقتي ثواني، لا بنسجل، تمام. دلوقتي البرنامج عرف ان في فاريبل ار، فاريبل زد، فاريبل باي ليه قيمه. طيب هروح داخل جوه في البروسيس هنا الاول، بس انا هاخد الار من اليوزر، هروح قايل له هنا سي ان ار. طبعا انت حر تكتب يعني زي ما انت تكتب، عايز تكتبها سي ان كده، عايز تعمل السهمين بتوعها زي في البرمجه، انت حر، محدش ليه اي حاجه عندك، بس برضو اسال الدكتور هو بيحبها ازاي. معلش انت لازم يعني تراضي الكل، تمام. مثلا بعد كده بقول له ان الزد، الزد ده فاريبل انا عملته عشان بس احط فيه النتيجه، الزد ده يساوي 2 في باي في الار اللي انا خدتها من اليوزر. حلو قوي الكلام ده لحد كده. طب بعد كده انا عايزك تعمل لي ايه؟ عايزك بعد كده تروح عارض للار. في ابسط من كده؟ مفيش. بس كده، برنامج سهل جدا جدا جدا. معلش يعني اعذروا الناس اللي بتكلكع لكم الدنيا دي، لان هم يعني هم نفسهم مش فاهمين اساسا. بس كده، وتوصل كل بلوك باللي بعده، البرنامج ماشي منطقيا بالعقل. انسى البرمجه خالص وانسى اي حاجه، البرنامج ماشي بالعقل. بدا البرنامج عرف لي الار، طبعا انت عايز تخليها بدل انتجر، انتجر دي يعني اعداد صحيحه بس من غير علامات عشريه، عايز مثلا تخليها فلوت، انت حر، محدش هيقول لك لا يعني. فلوت ار وفلوت زد عشان تسيف في النتيجه، والباي بتاعتك اللي هي 3.14 من 100
وبعد كده رحت واخد الار من اليوزر. بعد كده حطيت قلت ان الزد بتساوي 2 في باي في ار، ورحت عارض الار بتاعتك. طب تعال نشوفها برمجيه هتمشي ازاي. طيب انا عندي ببص على الفلوت شارت، انا دلوقتي كواحد مبرمج ما اعرفش يعني ايه فلوت شارت، ما اعرفش انت عاوز تعمل ايه. انت اديتني الفلوت شارت دي قلت لي نفذها، فهبص هلاقي ان انت اول ما البرنامج بيبدا عايزه يعمل ايه، يعرف فاريبل اسمه ار فلوت، وفاريبل تاني اسمه زد برضو فلوت، وفاريبل تالت اسمه باي. تمام، بس هعرفه تحت هنا اهو علشان هقول لك ليه بعدين. بس تمام، عرفت واحد اسمه ار وواحد اسمه زد، ودول ما لهمش قيم. لما بعرفهم بالمنظر ده وبقول انت ار انت اي حاجه او الحاجات دي، بيحط لي فيهم زيرو على طول. طيب فلوت باي 3.14%، جميل. بعد كده بعمل ايه؟ بقرا الار من اليوزر، اقول اليوزر سي ان ار. حلو، بعد ما اليوزر دخل لي الار اروح اعرض له رساله اقول له هعمل الاول الاوبريشن بتاعتي زد بتساوي 2 في باي في ار. حلو قوي لحد كده. بعد كده بعد ما خلاص يعني دلوقتي هو هيعمل ايه؟ هياخد الار ويعوض بيها في القانون ده ويسيف النتيجه جوه الزد. بقت دلوقتي كده النتيجه في الزد. انا محتاج ايه؟ محتاج بس ان انا اعرضها. اقول للراجل المحترم ده سي اوت زد. في حاجه تانية بعد كده؟ معلش هنا دي المفروض سي اوت زد. تمام، في اي حاجه تانية بعد كده؟ مش محتاج اي حاجه تانية. نجرب ندخله نص القطر 5، اقول له انتر، اروح قايل لي 31.4. طيب معلش عشان برضو تمام عشان بس تنزل السطر اللي بعدها، يعني مثلا 5 نص القطر يبقى 31.4. تمام، طيب نشوف اكزامبل تاني. احنا معانا وقت قد ايه؟ لا لسه شويه، احنا معانا بالظبط 3 دقايق تانيين. انا مش عايز اطول على الناس عشان الناس ما تزهقش، لان اصلا الناس بطبيعتها كمصريين بيزهقوا من التوتوريالز اللي على النت. طيب ناخد اكزامبل ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. طيب هو يعني انا ما فيش حاجه تانية جايه في دماغي، لكن اللي يحتاج اي حاجه يقولها. وزي ما قلت لكم كده احنا متفقين ان البرمجه سهله، واللي انت بتاخده ده كده يعني تسهيل. انت كده لسه في الاول، انت ممكن تعمل برامج وتهاك على ناس وباتشات وتعمل فيروسات بالسي بلس بلس. موضوع كبير قوي لو انت حبيته فعلا يعني هتشتغل فيه. انا عن نفسي بصراحة ناوي الناس اللي حابة البرمجة والناس اللي حابة تخش حاسبات، الناس دي يعني ان شاء الله بإذن الله يعني عندنا في القسم هيساعدوهم جدا، واحنا مش هنسيبهم. يعني احنا اللي هو الدفعه بتاعتنا مش هتسيبهم، هنساعدهم برضو عشان يبقوا احسن ناس، لان احنا عايزين اللي بعدنا يبقوا احسن مننا كمان. بس كده شباب، بالتوفيق ان شاء الله. واي حد محتاج اي حاجه يكلمني، وانا هرفع لكم الصوره دي اللي هو الجدول مع الفيديو، واللي محتاج اي حاجه يكلمني. شباب شكرا.